فعايز اعمل فطيره النهارده، فطيره البطاطس بالسلامي او بالمرتديلا او باللانشون او بالسجق زي ما انت حابه. هنعملها مع بعض النهارده، دي فكره طهويه مغازيه، مقاديرها على الشاشه، بسيطه وسهله في متناول الجميع. عجينه الجلاش بطاطس مسلوقه بالقشره بتاعتها، وبعد ما اتسلقت بالقشره قشرناها زي الفل، ومعانا فلفله ملونه، بصله ناعمه، فص توم، واللانشون بتاعنا اللي موجود معانا، وفي المقادير بيض اكيد طبعا، وشويه زعتر وشويه بهارات. دي المقادير في متناول الجميع، ولكن الفكر الطهوي عندك انت، والمقادير على الشاشه، صورها بتليفونك او اكتبيها ورايا. حلو الكلام؟ هنعملها مع بعض ازاي؟ ودي الحاجات الحلوه دي بيحبوها الاولاد على فكره، بيحبوا دايما الحاجات اللي فيها فكر طهوي. اللانشون بتاعنا الحلو ده كده بناخده زي ما هو كده، ربع كيلو لانشون من على البقال اللي عرناصة الشارع، كيلو بطاطس من الفكهان اللي عرناصة الشارع سلقناه، شوية بصل وتوم من خير أرضنا فرمناهم ناعم بالشكل ده كده، أهو أهو زي الفل. هنحطهم هنا كده تمام، حط عليهم بصلة حلوة، فص توم محترم، بقدونس حلو قوي، معانا فلفل اخضر واحمر واصفر، ناخده بالشكل كده نقطعه. دايما لما تيجي تقطعي الفلفل حطيه على بعضه كده زي ما الشيف بيعمل كده اهو، وبالسكينه، مش لازم في الكبه يعني، ما تستسهليش وتضربون في الكبه، هينزلوا لك ميه، انا عايزه كاريهات صغيره كده عشان تبان شخصيته في قلب الايه؟ الصينيه او في قلب الفطيره. شفت التقطيعه دي صغيره كده، وناخدهم بعد كده ننزل بيهم على السجق زي الفل تمام، عينيه زي الفل تمام. عندنا كمان نزود فلفل اختياري، موضوع انك تحط فلفل زياده، معايا روزماري باخده كده زي الفل، واشيل الحاجه دي من هنا كده. معانا في المقادير 2 بيضه، بهاراتنا ملح وشويه فلفل وشويه زعتر، الفطيره دي بريئه من الكمون والكزبره. المسبوسه علشان تطلع معاك زي الفل هي تركايه، بتجيب السميد الناعم بتخلطه بنص كوب من جوز الهند، كوبايتين سميد ناعم مع كوبايه نص كوب من جوز الهند، نقلب دول الاول كده، وبعدين بتحط عليهم معلقه بيكنج باودر، رشه ملح صغيره، وتجيب سمنه تقدحها على النار. السمنه دي بتاخد تلات يعني مثلا كوبايه سمنه بتاخد تلات ارباع تخلطه مع البسبوسه وتقلبها، وتبسبس السميت مع السمنه لغايه لما السميت يشرب السمنه. شرب السمنه تمام، معلقه فانيليا صغيره كده بطعم الفانيليا ماشي زي ما انت عايز اختياري. بعدين اذا لقيت السميت عايز منك سائل بتحط عليه نص كوب من الزبادي، تبقى البسبوسه طريه معاك بعد ما تطلع من الفرن. وبعدين تغطيها وتخليها على جنب ساعة زمن. تجيب صينية تطحنها طحينة من وسط البلد من عندنا، صينية ألمنيوم تقيلة وزنها بيكون تقيل، دي مخصوص للبسبوسة وللكنافة معروفة. تطحنها طحينة، وبعد ما تطحنها طحينة بتوزع كمية السميت اللي انت حاطط عليه السمنة والزبادي بالتساوي، وتساويها بإيدك كده بشوية مية وشوية شربات، وفي الآخر تحط عليها عين الجمل، تحط عليها اللوز، تحط عليها الفستق زي ما انت عايز، وتدخلها الفرن في درجة حرارة 180. تطلع من الفرن بزغروطة كبيرة اللي هو الشربات المخلوط بربع كوب السمنة الباقي عندنا، شربات البسبوسة لما تخلطيه مع سمنة بلدي مقدوحة ويبقى سخن وينزل على البسبوسة، تبقى البسبوسة طرية وبقرمشة معاكي، شربيها العصير بتاعها والشربات بتاعها، وفي الاخر اقفل الفرن عليها وسيبيها وطلعيها بالف هنا وشفا. وهنعملها لكم ان شاء الله، احنا عملناها كتير بس ممكن نعملها تاني برضو بطعم تاني وبشكل تاني. الهرم الغذائي بين ايديا، كربوهيدرات نشويات في البطاطس. كل ما تيجي سيره النشويات بتاعه البطاطس لازم اقول السر اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بيه، النشويات بتاعه البطاطس بتمتص السموم اللي موجوده في الجسم، الكربوهيدرات بتاعتها مفيده جدا للرياضيين والاطفال. ومعانا اللحم السلامي بتاعنا،
معانا الفليفلة الملونة فيتامين سي، معانا بقدونس مفيد جدا، معانا البيض بروتين حيواني لطيف وجميل وكالسيوم وبوتاسيوم. الخلطة اللطيفة الحلوة دي كده، توابلنا وبهاراتنا بسيطة وسهلة، هنخليها زي ما هي كده ونبتدأ نشتغل في الجلاش. تعالوا مع بعض الخلطة اللطيفة، ناخد عجينة الجلاش اهي، السمنة البلدي ريحتها حلوة جنب ايت شغال فيها، دي لازم خلي بالك عشان تطلع معاك الفطيرة الحلوة لازم السمنة البلدي المقدوحة دي كده، ونوطي النار عليها نبدأ نشتغل بقى واحدة واحدة. هنعمل ايه؟ في معلقة كده معانا فرشة اهي، بناخد شوية سمنة كده بنحطها في الأرضية بالشكل ده كده، وأعمل فطيرة حلوة أوي هتعجبك على فكرة. الفطيرة دي بقى إيه؟ عايزاها سميكة حطي خمس ست طبقات من الجلاش، عايزاها رفيعة براحتك. وجود البيض مع البطاطس والخلطة اللي أنا حطيتها دي طبعًا له دور كبير جدًا، بيخليها لك إيه؟ قطعة واحدة كده جوه عجينة الجلاش. زي الفل. هنعمل إيه؟ ناخد العجينة كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ونشتغل كده بقى واحدة واحدة. طبعا خلي بالك الكفتة في الفرن، أنا عايزك لما تقف في المطبخ تبقي زي كده، الحاجات اللي بتاخد وقت ومحتاجة فرن بتحطيها وتنسيها، مش تنسيها يعني تتحرق، لا يعني تبقي أنت عملتي حاجة وأنت واقفة، لأن وقفتك في المطبخ لها تمنها صحيا ومعنويا وفكريا وطهويا وسعادة وكل حاجة، فلازم تستغلي كل دقيقة وكل ثانية من وقتك في المطبخ، تعملي أي حاجة. عندك ذرة عايزه يتسلق حطيه في قلب النار حلة وحطيه على النار، عندك بطاطا عايزه تشويها طالما الفرن بتولع وشغال كهرباء حط البطاطا في ارضيه الفرن. الحاجات اللي بقولها دي اخوانا والله العظيم في كل بيت انا بقوله، وفي بيتي بنقول الكلام ده، شويه بطاطس مشويين ارمي خمس ست حبات، ما هي نار مولعه مش هتقول لا، بتاكل اي حاجه، حط بطاطس شويه، حط بطاطا شويه، حط ذره شويه، حط بصل شويه، واعملي الاكله بتاعت المغازل بصل وعسل. ايه بصل وعسل ده؟ دي موضوع كبير جدا هنتكلم فيه بعدين. اهو اقول قولي تسلم ايدك يا شيف عشان اقول شفتوا الخلطه دي اسمها الفطيره المغازيه. ممكن مش حابين اللانشون ده حطي تونه يا ويلي، مش عايزه التونه حطي سجق، بس السجق هنا لازم يستوي ما يتحطش ني. زي الفل. وناخد بقيه العجينه اللي عندي. نعم حاضر والله اعمل لك اللي انت عايزه، عايز تبص على اللحمه على الهوبر انت، اعمل بطاطس اعمل اي حاجه، الهوبر هي اهم حاجه، بص عليها وصلي على الحبيب قلبك يطيب. اهو اهو يا فندم اهو اميلها انا عارف هتوصل لها هتوصل لها. اهو 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 ده نازل منها شويه ذهب ما اقولكش، دهب ده باشا هنعمل بيه دبس الرمان دلوقتي، عايزه انا الخير اللي نازل منها. مش بقول لك من جور السعيد يسعد. هنخليها في الفرن لسه ما جاش وقتها، هنطلعها من الفرن وندخل بدلها فطيره الجلاش. ناخد الفطيره كده نحطها، لا استنوا معلش نسيت والله، نحط ده كده الاول كده كده. تعلمي بقى تعملي فطيره بقى اي حشوه انت حباها. وناخد السمنه البلدي الحلوه دي كده، لازم سمنه بلدي حلوه. ميزه الفطيره دي بقى ان هي هتبقى مرمشه. حاضر. شفت القرمشه؟ سمنه بلدي. ونخليها كده ونحط عجينه تاني عليها، اللهم صل على النبي. وانت بتحطي دي بقى كده تحطها كده. كمان رقه كمان رقه. مش هتقول لا. كمان رقه كمان رقه، بس نحط شويه سمنه بلدي الاول ده الطبيعي عشان تورق معاكي. خلي بالك الفرن هنا ما يكونش حامي عشان الجلاش من جوه يستوي، خلي بالك. يعني احنا هنطلع الكفته دلوقتي نهدي الفرن تاني، حط رقه كمان. عايزه بقى تحط شويه حبه البركه على الوش، اهلا وسهلا، ده اختياري. ميزه الفطيره دي بقى جواها كنز، جواها هرم غذائي، اللي بيحب البيض هيلاقي، بيحب البطاطس هيلاقي، بيحب اللانشون هيلاقي. عايزه تحط جواها جمبري مع البطاطس كده، انت بقى ايه دخلت في تكلفه عاليه، انت حره.
هنحط شويه السمنه اللي معانا دول على الوش وندخلها الفرن عشان ناخد بعضينا ونجري زي الفل. العجينه اللي تبقى عندك قبل ما اعمل اي حاجه، انا ضد التبذير اهو، تعملون فطاير للاولاد، تعملها فطير التفاح اهو، الفها كده واحطها في الورقه بتاعتها، احطها في الديب فريزر، خلي بالك ما يترميش، مفيش حاجه تترمي خالص في المطبخ، نصيحه. اه مش عشان مصاريف، عشان التبذير رقم واحد، رقم اتنين لازم تستفيدي بكل حاجه، حتى بواقي البصل، بواقي التوم اللي عندك، الحاجات دي كلها، بواقي فراخ، عظم عندك في الثلاجه، عظم فراخ، جوانح، حطهم على النار مع كل ده، وكده عملتي حاجه اسمها الديميجلاس بيون، طلعي منه اي طعم انت عايزاه. اه يوفر عليك حاجات كتير قوي. هناخد دي زي ما هي كده يا عم الشيف وندخلها الفرن في درجه حراره 180، بس تسمحوا لي اطلع الكنز من الفرن. اه خليها هنا كده، اللهم صل على النبي. لا دي كفته حلبيه، حتى الشكل بتاعها بيقول ان انا حلبي. اه ايه الحلاوه دي يا شيف، ايه الحلاوه دي. اه زي ما هي كده، يلا يا شفيق بص عليها كده ومل عينك ونظرك. ناخد الجلاش مكان الكفته، اللهم صل على النبي، يلا مع السلامه. اه ناخد بعضينا من الكفته من المطبخ الحلبي لفطيره جميله من المطبخ المغازي. لا فله فله شمعه منوره. اه بص على الحلاوه، بص على الحلاوه، نخليها هنا. اه اه الحمد لله رب العالمين. حلوه، نغرفها في الطبق الحلو ده كده. فينو 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 فينو. اه يا ويلي، نغرفها مع بعض كده بسرعه. اللهم صل على النبي. ولا يهمك حبيب والديك. الله عليك يا شيف، الله عليك يا شيف. هنا مكانها، تحب مكانها فين يا غالي؟ اهو 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 حبيب والديك اهو. الف هنا وشفا. اقطعيها بقى بالسكينه بعد ما تبرد شويه كده، هتلاقي كل حاجه انت حباها فيها. اهو لا دي ما ترشش عليها سكر، الله انت شربتها سكر بودر دي، لو حلو فيها من جوه مهلبيه، فيها كاستر، فيها بسبوسه، انما دي يترش عليها ممكن قرفه ناعمه زي ما هي كده زي الفل.